السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مسا الجميع، كل خير، شلونك وطيبين؟ النادى هذه طلعت معكم. فالمقطع الفيديو ذا للتوضيح، وانا اشوف انها معجزة. يعني لو كانت ما عندها استالدت ولا هذا ممكن انها عيب خلقي من ولادتها، لكن الناقة ولدت 11 ولدة بعدها تحولت للشكل ده زي ما انتم شايفين.